مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم الحمص والفول على الطريقه المصريه. اول شيء عنا حمص وفول، علبه حمص وفول طلع فيها شويه طحين وزيت زيتون، ما بيأثر، بس نحن بدنا نعملها نتبلها على التتبيله المصريه. وعنا كمان بصل صغيره نعمتها بهيدا الشكل، حبه ثوم ناعم، ملعقتين طعام زيت زيتون، ملعقتين طعام طحينه، حبة بندورة صغيرة فرمتها بهيدي الطريقة، بقدونس نص ملعقة صغيرة، كمون ناعم نص ملعقة صغيرة، ملح ربع ملعقة صغيرة، فلفل أسود وربع ملعقة صغيرة حر ناعم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط الزيت بالمقلاي، زيت الزيتون، بدي اقلي البصل والثوم. بس قلت البصلة وصارت بهيدا الشكل، هلأ منضيف عليها بقدونس وبندورة. بعد ما قلينا البندورة والبقدونس بهيدا الشكل شي بسيط، هلأ منضيف الفول. حط كمان كوب صغير مي، البهارات، الطحينة، وبضيف عصير حامض. حطيت ملعقتين طعام عصير حامض. هلأ بتركن يغلوا مع بعض حوالي 3 دقايق. بعد حوالي 3 دقايق بس استوى منيح الفول والحمص، بنعملهم بهيدي الطريقة شي بسيط، مندقهم شي بسيط. هلأ صاروا جاهزين للتقديم، بنطفي الغاز. نحط الفول بالوعاء، حط زيت زيتون، طحينة، منضيف عرق نعناع يعطي شكل كتير حلو هيدا الشكل، وإذا حبينا منحط لنا هيك حزام بندورة خفاف. هيدا جات الفول والحمص اللي عملته أنا وياكم على الطريقة المصرية. حطينا خبز لبناني، أكيد ما قدرت أجيب خبز مصري، حطيت خبز لبناني ما في فرق. وهيدي الخضرة،
نعناع، زيتون، بصل، فجل، كبيس، فلفل حار، فلفل حلو، بندورة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.